إذا متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. صرخت مواطن مغربي من جماعة بحراويين، بالضبط بني واسن. الصرخة ديالو يعني كتكلم على الرخصة، رخصة ديال البناء، رخصة البناء اللي هو خلص عليها فلوسه باش خداها ومن بعد وقفوه، معرفش السبب علاش. خليكم معنا نسمع معنا المعني بالأمر، يعودنا التفاصيل ديال هذه القضية هذه. تفضل. معكم السيد حمزة الهوس، ساكن بدوار بني واسين، وجيت بغيت دفعت اللوازم ديالي، الأوراق ديالي، دفعت الحجاج، دفعت كروكي باش ندي الرخصة ديالي ديال التعمير، يعني من جامعة البحراويين تابعة فحص أنجرة طنجة. عملت القانون ديالي كامل أخوتي ومشيت باش نبني. صدق عطاوني الرخصة، بغيت نبني، صدق وقفوني. كاين زكاير من المسؤولين ديال الجامعة ومن المسؤولين ديال قيادات البحراويين وجامعة البحراويين، تعدوا عليا لحد الآن، وأنا النفسية ديالي لحد الآن مدمرة، تكرفسوا عليا لحد الآن. يعني حنايا في الساعة هذه شهر 8، واليوم بالضبط 7 في شهر 8، لحد الآن ما باقي ما ديتي حقي. أنا عيت كنجري ودقيت على باب المسؤولين كاملين، بغيت كنجري باش ندي حقي. وقفوا لي الرخصة ديالي بالزكاير والظلم وبواحد الطريقة اللي غريبة. أول مرة كانوا كيقولوا لي الرخصة ما عندك شي، ثاني مرة جاو كيقولوا لي بأن عندك الرخصة مزورة، ثالث مرة جاو كيقولوا لي بلي أن أنت هنا كتواجد، الرخصة ديالك كتواجد في منطقة أخرى، ودابا أنت كتمني في المنطقة هذه. الحمد لله كاين القانون، مشيت عند مهندس محلف وعملت واحد انتيستاسيون، واحد شهادة وواحد الكروكي، يعني تابع عندك بلاصة. يعني جا مهندس آخر نزل طوبوغراف مرية ديال الطوبوغراف، وطلعت الحمد لله ديك بلاصة مترخصة، ديك الإطار القانوني اللي كاين، يعني ديك الإطار البقعة الأرضية قانونية الحمد لله طلعت، والدولة بالضبط تخلصت في الواجبات ديال الرخصة، يعني دات الواجبات ديالها، ولا الحمد لله عندي الرخصة ديالي كتعتبر دابا قانونية. وأنا عملوا لي الإيقاف، يعني السبب يعني ملي شافوا راسهم بلي ان المشكل كبير عليهم، شافوا راسهم خرجوا التراكس من العماله باش يهدموا لي، يعني يهدموا لي البقعه الارضيه ديالي. يعني انا كنت بديت كنبني عمل الطابله، وخرجوا التراكس من العماله بالزور، يعني خرجوها باش يهدموا شي واحد اخر بناء عشوائي، وانا عندي بناء مرخص، وجابوها لي تما وبغاو يتكرفسوا عليا وبغاو يتعدوا عليا. والمسؤول ديال القياده ملي شاف راسو بلي اننا ما قدوش يطيحوا لي، انا وقفتهم فوق الطابله ديالي، عملت الطوموبيل ديالي وقفت تما، وما قدش الشيفور ديال التراكس تابع العماله فحص انجره ما قدرش يهدم لي بالجراره ديالو بديك التراكس. ساعه اضطر الحال، عندي فيديو، عندي تسجيل بلي اننا المسؤول ديال القياده كيتكلم معايا وكيتفاوض معايا وكيقول لي شوف التراكس خرجت، وال يعني بالضبط المؤسسه ديال العماله خاصه التاوار ديال هاد البلاصه، وانا عندي الرخصه ديالي. قلت له ما نقدرش نعطيك الطياح، انا عندي الرخصه. ساعه قال لي من الاخر شحال خسرتي تما، شوف عباد الله، شوف المسؤولين، سمعوا هذا موظف ديال القياده كيقول لي شحال خسرتي تما، 6 ولا 7، هاك تديها وحيد هيدا، خلينا نطيحو باش يعني نديو المؤسسه بلي ان حنا خدامين. والبنايات نهار وليل اكثر من 200 ولا 300 دار اللي عطاها المسؤول، ان شاء الله جا في شهر 10 دابا، يعني باقي ما كملش حتى عام، عطا اكثر من 200 دار ولا 300 دار اللي طلعت تما في السكينه بني واسين، راه البني ليلا نهارا. والبني حد الان اليوم يعني بالضبط حاليا دابا شهر 8، في يعني اليوم 7 في شهر 8 2023، حد الان باقي ما توقفش،
والبنايات تما كيتعطاو ليلا نهارا والضاق دبني، وما بغاش يبني يوقف. وانا ما عمري كنشجع البناء العشوائي، وكيقولوا انا اللي كنبني البناء العشوائي. بالعكس، هذا المسؤول هذا، ويعني المسؤول ديال الجماعه والمسؤول ديال القياده، هما اللي كيعطيو، هما اللي كيطلعوا القيمه ديال البناء العشوائي ورجعوها. ماشي بناء عشوائي، بناء واو، لان 4 ملايين ونص الدار، 4 ملايين 3 ونص كتعطى. يعني ن ن ن ن يعني المسؤول، يعني المسؤول كتعطى له فوق الطابله. ونوضحكم مزيد، ونوضحكم ذاك السيد اللي خرج كيقول وقع له الاعتداء، بالضبط هذاك هو اللي كيجيب واحد برادو ديال الدوله. وكاين واحد المسؤول ناقص على المسؤول الكبير ديال القياده، كاين واحد المسؤول اللي طايح له واحد شويش ديال الكراد، ناقص له واحد شويش مسؤول اخر، كاين المسؤول هذاك، وكاين هاد السيد هذا اللي وقع له الاعتداء. هادو جوج كيجيو من الساكنه بني واسين وكيدوروا على البناء العشوائي، في ما كانش بناء عشوائي كيمشيو عنده وكيديو رشوه. راه اي واحد اللي كيهضر بالحق، بحال اللي كنهضر انا، كنهضر بالحق وما كنخاف حتى شي واحد، لان كنقول الحق وكنهضر على حقي وكنهضر على حق المواطن اللي ضاع من يده. وحنا الحمد لله 2023 وما خصناش نسكتوا على حقنا، لان كيجيو تما وكيدوروا دار بدار. وفيما كيديو بنادم، مثلا انت عتبني السفلانيه، عتب لي مثلا قطعه ارضيه ديالك سفليه عتبنيها، كيجيو كيقولوا لك مثلا 2.5 ملايين مثلا، هذه الاولانيه كتصدق، كتعمل غير القجار ديالك ديال هذا، كتبقى الارض ديالك تراب، وكتدور قطعه ارضيه، كتدور لاجور وكتعمل الضاله. وعباد الله المسؤولين والناس ساكنه ديك 2.5 مليون اللي كان خصهم يبنيو بيها ويجهزوا الدار ديالهم، كتبقى الشتاء فهمتي، واحد الطريقه اللي عشوائيه بزاف. هذا مواطن مغربي كيتعرض لهادشي هذا، وهادشي هذا صعيب، وانا اللي كنشوفه وجميع المواطنين تما كيشوفوا هادشي هذا. ونطلب الله سبحانه وتعالى يعني يعملونا الحق ديالنا، ويحسبونا حنا مواطنين، حنا صالحين. وهاد الموظفين بالضبط هما اللي كيعملوا العشوائيه، هما اللي كيشجعوا العشوائيه، وحنا ديما كنحاربوا العشوائي. انا بالضبط ما خصنيش العشوائي يبقى بعدا اساسا، لان الطريق 3 مترو ولا الطريق 4 مترو هذه ما خدامه، ديما المشاكل، ديما العشوائيه هي اللي كتسبب للمواطنين المشاكل كثيره. وهادشي هذا حنا كيأدينا، لان حنا مغاربه كيأدينا في الشرف ديالنا وكيأدينا في العائله ديالنا. غدا ولا عدو غيبقى بنادم ماشي المحاكم سبادة العشوائي. ونطلب الله سبحانه وتعالى تتبدل الامور والاحوال. الرخصه ديالي تما، اذا كنت واسيني كيعطيوك الرخصه، يعني اذا كنت ولد بلد، ولد منطقه بني واسين كيعطيوك الرخصه، واللي ماشي ولد منطقه بني واسين كيخلص 3 ملايين 2 ملايين ونص حتى 3 ملايين ونص عاد باش تدي ديك الرخصه. وملي كتديها ان شاء الله كتبدا كيقول لك هذه الرخصه كتواجد في منطقه اخرى. يعني واحد المسؤول في الجامعه خدام مع هذا، ماشي المسؤول الكبير للجامعه، كاين واحد المسؤول تما خدام هو اللي كيدق هذه الرخاصي، هو اللي كيزور هذه الرخاصي، هو اللي كاين رخص مزورين وكاين رخص دوريجين. باش نوضح، كاين الرخص دوريجين وكاين النمره بغيتي تبني بها، واخا النمره مثلا ديالي كيجي كيعطيك هذه النمره وكيقول لك سير تبني بها، واخا كتجي مؤسسه ديال العماله كتجي كدور تما كتراقب البنايات العشوائيه، كتجي كتراقب كيقولوا انا عندي الرخصه ديالي، ما كيزيدوش يفتشوا لان عنده الرخصه ديالو هذا السيد هذا. هذه هي قصه ديال الرخصه، لان الرخصه فيها ترافيكانتو، يعني الرخصه فيها الترافيك بزاف. وش نقول لك، يعني وهادشي هذا حنا اللي كنتعرضوا ليه، ماشي في الصالح ديالنا لان حنا مواطنين، لا الدوله. لان كانت الجماعه ديال البحراويين كتعطي المواطن الرخصه، راه ما كادوش الهشاشه والهيمش كاين تما، يعني الناس كتشكى من الماء والضو ما كاينش، يعني ما كيبغيوش يعطيهم شواهد اداريه، ما كاينش الطرقان معدلين، كاين غير الغبره. وملي كطيح الشتا واحد التخطينه واحد الروينه تما اللي ما كايناش في شي قاره اخرى. وحنايا الحمد لله جينا في طنجه، والطنجه راه زينه كتعرفها، طنجه الحمد لله في مستوى البلدان كبار كيشكروها. طلعنا برازيل، طلع من الامم المتحده الامريكيه تقول لهم طنجه كيعرفوها، ولكن حنايا مع الدوره، اما مرجان دموغا، مرجان دموغا كاين هادشي مع الدوره اذا مخبع. الله يا ودي، هذا الظلم، هذا القهر، هذه الحقره. حنايا الشعب راه مزيان، مواطن مزيان، ولكن هاد الموظفين اللي كيعملوهم بين الدوله والشعب راه هو اللي كيعمل الاجرام. دابا حاليا شنو طرا ديالك؟ واش
انا كنطالب من هاد المسؤولين الكبار يجيبوا لي الحق ديالي. انا الرخصه ديالي مشات لي، خلصت عليها جوج ملايين و800، وهاد الموظفين كيقولوا لي خصك تخلص ثلاثه باش نطلقوا لك بني. حد الان يعني ماشي بزاف، عاد ها انت كتشوف هاد المسؤول ديال القياده عاطي بني تما، عاطي بني دابا حد الان بني خدام. دابا يطلع شي مسؤول من الولايه ولا من العمل يطلع يجبر بني خدام، فهمتي يعني واضح الشمس. يعني نقدر نقول لك 6 ولا 7 ضد الديار، وكل دار كطلع 3 4 ملايين، وكيقول لك انا ما كاينش شي واحد اللي كيحكم فيا، انا اللي كنعطي بني وما يخلعناش هذيك البرهوج، وغادي نعطي بني وغنبقى نعطي بني حتى نمشي في حالي. هذا هو، هذا هو الظلمه ديال القهره ديال الحقره، فهمتي؟ انت اللي عندك القانون والحق ديالك ما غاديش تبني، وواحد الانسان اللي كيخلص الرشوه غادي يبني. اذا هنايا الموظفين كيشجعوا المواطنين يخرجوا على السيطره، باش كيخرجوك ما تعملش القانون باش يلعبوا بك كما بغاو. دابا انا عندي القانون ديالي، انا شابر تابع في القانون ديالي، كنطلب من المسؤولين وكنطلب من المسؤولين الكبار ديال المغرب يتعاونوا معنا، الله يجزيهم بالخير ويعطيوني حقي باش نبني موبل لوليداتي ان شاء الله. وحنايا الحمد لله المغرب مستحيل يدي عليه حقي فيه، لان المغرب بلد طيب احسن بلد، يعني مستحيل يدي عليه حقي. كيتاجروا في البشر وكيحتلوا، يعني كيحتلوا المواطنين، وكاين واحد الاحتلال كبير في ديك القاره ديال بني واسين. اذا كنت ولد بلاد غادي يعطيوك شهاده اداريه وغتضوي وغتعمل موبل لوليداتك، واذا كنت تينا ماجي مثلا سخر عليك ربي بغيتي تبني وتحيد من القهره ومن الكرا ومن الكرا الدور ديال الناس، بغيتي تحيد من تما، غادي ما غاديش يعطيوك حقك، وغادي يديوك صحه تنزل لهم فلوس فوق الطبله، ولا يجيو يدوروا عليك بالطوموبيل ديال المسؤولين ويجيو يديو لك فلوس من تما، وغادي يعطيوك تبني. ونزيدكم اضافه واحد الحاجه اخرى، هذا ملي كيوقع صداع قال بني تما وكتقع قلب شقلب، كيجيو المسؤولين من العماله كيطلعوا تما قال بني كاين، كيطلعوا التراكس وكيطيحوا، والسيد مخلص 4 ملايين وكيجي كيطيحوا له مثلا. انا ماشي كنشجع البناء العشوائي، لا، انا نقول غير هذه النقطه هذه، علاش المسؤولين دائما كيدرقوا عليهم وكيخليوا الشعب ياكل في طهره؟ مثلا السيد مخلص 4 ملايين وعجبو يهدموا له، قال لك بني واقع جيب التراكس وهدم. لا سيدي، احاسب هذا المسؤول، هذا المسؤول اللي عاطي بني راه اكثر من 250 دار، هذه غير في بني واسين. بني واسين عاد مشيو في الدان تشابو في الدان السعيدي، راه الحمد لله الناس ضمنت معنا، وكيقولوا باللي ان كاين بني وهما راه في الموقع ديال طنجاوه كينزلوا البنايات تما، وهاد بالضبط هاد البحراويين، هاد قيادة البحراويين وجماعة البحراويين صبحت يعني واحد العاصمة ديال البناء، صبحت واحد المجزرة ديال البناء، صبحت واحد يعني أموال طائلة كتخرج. وهاد المسؤولين هادو ماشي اللي يجي يحلب ويمشي في حاله، هاد المسؤولين هادو بالضبط خصهم الحساب، راه أموال الدراويش كاملة تسنكلت. ساعة ملي كيوقع الإجرام راه ديك النايرة تيمات واحد المخزني كانوا ضربوه هنايا ومات، الله يعظم أجر فيه، علاش هذاك مات؟ واحد عون السلطة صباح مشنوق، علاش هذاك صباح مشنوق؟ قال لك راه هذاك حماق، اش من حماق؟ راه الله أعلم، صباحنا سمعنا غير مشنوق. أعوان السلطة، ثلاثة مرات فادو بني واسين، صبحوا عندهم كسيدة، كيوقع ما كيكون ماشي بموتور كيجي شي واحد كيدخل فيه، كيجي هادوك كامل عندهم خسره، قال لك عملت كسيده. لا، ما عملتيش كسيده، تاكليتي حق المواطن وحق الدرويش وبنادم مقهور الدولو ديالو كيشبار وكيعمل اجرام. انا الحمد لله ما كنمشيش في العشوائي، وكنعمل الرخصه ديالي قانونيه وكنبني، عندي الرخص ديالي قبل بنيت بيهم، وحد الان دابا عندي الرخصه ديالي هذه، بغيت نبني وقفوني، علاش؟ انا كنمشي قانوني، واذا ما كنتش قانوني راكم هما خصهم نخرج انا على القانون باش يعملوا فيا ما بغاو. حقا انا كنتبع الرخصه ديالي وكنثق في المسؤولين ديال القضاء يجيبوا لي حقي. وانا زيد نوضح القضيه، انا مشيت للولايه عملت ثلاثه شكايات، وهذا المسؤول اللي كيحكمنا بالاموال ديالو، هاد الصعصع اللي كيتجبر علينا بالمال ديالو، وباقي انا كنقول لهم باقي الوقت ديال العبوديه، وراس الماليين كيحكموا، الناس اللي عندها الفلوس هي اللي كتحكم، الناس عندها الفلوس كيحكموا في موظفين. انا اذا كنت موظف ما نطيحش لهذا النيفو، انا مواطن جيت ندفع الشكايات ديالي، دفعته من الولايه بالضبط،
دفعت ثلاثه الشكايات ها وما عندي بالطوابع ديالهم كل شيء ديالهم دفعتهم. الا غدا كنتفاجأ في الصباح رفضوا لي الشكايه ديالي، قالوا لي ما من حقكش تشكي، هايده ما من حقكش تشكي، حد خصك يعني تمشي عند المسؤول اللي في قياده البحراويين، تمشي عنده وتهضر معاه وتقول له تفاوض معاه وتهضر معاه. عاوشيتو قالوا لي خصك تمشي للمؤسسه ديال العماله، او قالوا لي خصك تمشي عندهم تما وتفاوض معاهم. اللي مشيت عندهم تما كيسردوني من بيرو التعمير، بيرو التعمير كيقولوا لي واش تينا كدعي يعني المسؤول ديال القياده، واش تينا كذا سافا با، داروا فيا. قالوا لي علاش دعيته؟ واش انا السيد دالي حقي وكيبيعوه للناس اللي كيرشيوه، الناس اللي كتنزل 3 4 5 ملايين فوق الطابله وكيبيع النمره ديال الرخصه ديالي، وانا كنشوف مقور محقور. يعني انا مواطن مغربي، يعني فهاد الساعه انا في بلادي وتحقرت وتقهرت، يعني كنت غير يعني تحقرت في اسبانيا ولا تحقرت في بريطانيا ولا تحقرت في دول اخرى، ما نقولش بلي انا تحقرت. انا ولدكم مغربي امام ابائي وامام امهاتي وكنت تحقر. راه عجيب هادشي هذا. نطلبوا الله سبحانه وتعالى السلامه، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يهدينا اجمعين، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى هاد الموظفين يهديهم، لان الدوله الحمد لله عطاتهم الشهريه ديالهم اكثر من حقهم بالطوموبيلات ديالهم السكن ديالهم كلشي ديالهم والشهريه ديالهم، وعاد كيزيدوا يعملوا الرشوه. والله ياخذ الحق فهاد الناس اللي كيعملوا هاد الاجرام وكيقولوا بلي ان الشعب كيعمل العشوائي وما كيحاربوا العشوائي. لا سيدي، هما اللي كيشجعوا العشوائي وكيديو اموال طائله من العشوائي. راه ما يقولكمش عالكم ما عرف شنو، راه 4 ملايين كتدف في الدار في هاد القاره ديال في الجامعه د بني واسين. راه كاين بني واسين السفلى والعليا، وكاين الدان تشاب والدان سعيدي، وكاين القشاشين، وكاين نوينويش. هادي رجعت عاصمة البناء. راه المسؤول اللي كيدخل لهاد الجامعات لهاد الجامعات البحراويين وقيادة البحراويين راه كيدي أموال كثيرة. مع الآخر كنتفاجئوا بلي أن المسؤول بدلوه، وما كاين لا حساب ولا عقاب أمام أعين المسؤولين. وشكون اللي كيمشي فيها الضحية؟ هو المواطن. قال لك صافي هذا مسؤول حيد، والمواطن كيجيبوا له التراكس من العمالة وكيطلعوه وكيشتتوا له رزقه. علاش؟ اولا كيعملوا له واحد بروسي من المحكمه، كيكتب به وكيقول لهم بلي انا مسؤول، انا كنعمل شغلي، انا عملت بروسي. وشوف القانون ديالنا في وصل. هذاك المسؤول اللي كيعمل هاد الثغرات وكيبغي يخرج راسه من هاد الحريره هو اللي خصو يتحاسب، هو اللي خصو يتحاسب على هادشي اللي كيعمل. ما يعطيش للناس البناء العشوائي، يعطي الناس الرخص باش الدوله كتستافد والمواطن كيستافد. وما عمقوش احنا عشوائيين في عقلنا، العقليه ديالنا ترجع مفتحه ونرجعوا الحمد لله افضل من الناس اللي كيضربوا بهم مثل. قال لك واش حنايا واش نشوف الناس يوصلوا؟ لا، حنايا اللي غادي نشوفوا فين غنوصلوا بهذا العلم اذا كان عندنا عن عقلنا انقي، وحنايا مواطنين صالحين ومسؤولين صالحين وموظفين الله يهديهم حتى هما يكونوا صالحين. باش كنطالب من المسؤولين، يعني كنطالب بيعطيوني حقي، هذه الرخصه ديالي طلقوني من بني، لان انا هذه الرخصه ديالي يعني حرقه، جاتني حرقه كبيره لان انا حقي خلصوا من الدوله. وكنطالب المسؤولين ديال الدوله، مسؤولين كبار اللي متوفقين والناس اللي قلبها نقي والناس اللي عقلها نقي، يعطيوني الواجبات ديالي ونمشينا من البنيات ديالي. الحمد لله انا عملت انتيستاسيون واحد طوبوغراف اخر، واحد مهندس محلف، وعملت طوبوغراف وطلعت بلي ان ديك بلاصه مرخصه، يعني بالضبط كاسني مشي نبني وما عندي حتى شي عذر في هذا الايقاف. وما كيتيقوا هذا المسؤول ديال الجامعه كيقول لهم بلي ان الملكيه ما عندوش نزله تما. هذاك المشكل ديالكم، انا ما عنديش الملكيه نزله تما، وانا قاضي التوثيق طابع والعادل هو اللي معدل لي، وانا الارضيه ديالي وما عندي حتى شي نزاعات تما، ما كاين حتى واحد كيتشكى بيا، وانا الارضيه ديالي وكلشي كيعرفها ديالي، وانا الارض ديالي ودوليداتي ومشيت كنبنيها. انا كنطالب من المسؤولين يعني يرفقوا بيا في هذا الموضوع هذا، يعطيوني الواجبات ديالي ويزولوا لي ديك الايقاف الفوري اللي عاملين لي، لانهم كانوا في الاول عملوا لي واحد الالتزام، يعني التزام انا عامل لي كالتزم بواحد يعني مش نعدل الواجبات ديالي
في ظرف وجيز، يعني 24 ساعه في ظرف وجيز، لان انا كنت عطيت المحامي وشافه، كنت صررت بغيت نسنيها لهم ديك الالتزام، كان عنده كان يعملوا لي واحد القالب ونسني على ديك الالتزام، وغدا يجوا يطيحوا لي لان كانوا خصهم يدمروني صحه. واللي مرضي كنقول ما ضم منبر، اللي مرضي الله والنبي ورضاة الوالدين والله الوطن الملك، راه ما عمره يخف وما عمره يتحرك من هنا فينا. وانا كنطالب من المسؤولين يردوا لي الحق ديالي، وانا حقي ضاع لي. وشكرا، وعندنا الثقة فيكم، شكرا بزاف، شكرا جزيلا.